الجنرال اللي يلقب بالجنرال، ما عرفتش جنرال ديال الطوبات ولا ما عرفتش من جنرال. شفتو هاد العام هذا ما خدمش واقيلا حتى شهرين ولا 3 شهور، خرج مع يعني في تدوينه في راديو مارس، افضل سيناريو هو موسم ابيض، البطولة متوافقة للأسبوع السابع. نحن الآن في الشهر رمضان وقصر من فصل الصيف، لهذا من الصعب يعني تهيئة اللاعبين للعودة إلى المنافسة. واش باقي هو مدرب السي رشيد ولا مبقاش؟ كان عنده هو مشكل مع بالنسبة الحسن، هو لمحمد، ديموسيونا، واش باقي؟ بالنسبة هو بالنسبة لمحمد فاخر، فربما هو من نوعية المدرب اللي ما كيقدرش يخدم في الصيف. حنا كنعرفوا بأنه هو بكثرة ما الضغط اللي كانوا كيتعرضوا ليه وليداتو، فهو قاعد داهم لإسبانيا، خلاهم عايشين في إسبانيا، ما الله يحسن العون. فواحد النهار طلع في واحد البرنامج قال لهم أن ولادي راه تعقدوا، كانوا يلقاهم في المدرسة يقول لهم باكر هو داك اللقب اللي كانوا مكنين عليه، فقال لهم ولادي تعقدوا. فبالنسبة لي هو ربما شاف هذا القرار بأن ديال موسم أبيض، فلجينا نتكلموا بصراحة واقعية. فراه شفنا حتى الأطباء اللي في الفيفا فهم أكدوا على أن الموسم خاصو يمشي، لازم ينتهي، المواسم الرياضية في جميع الاتحادات لازم تنتهي، ويبتدأ موسم جديد. وحنا شفنا أن الدوري الهولندي تا هو تم الإلغاء ديالو، كاين اتجاه لإلغاء عدة دوريات اللي كبرها، باقيين دوريات أخرى، فقط هما كيتسناو الاتحاد الأوروبي كيتسناو الدوريات الكبرى أش غيديروا فيهم، فهمتي؟ الدوريات الخمس الكبرى. فأي قرار غادي يتاخذوا هاد الدوريات الخمس الكبرى غادي يسري على جميع البطولات أخويا. واضح. إذا بالنسبة للفاخر والتصريح ديالو، غير باش نذكروا بأن محمد فاخر هو اللي اختار عن انسحاب، ها باش نعرفوا. بالنسبه راه هو اللي خلاش الماتش يكمل في 79، راه هو اللي اذا غير باش نضحوا، هو اللي اختار هذا، غير باش يعني دابا بغى كاع الفرق ديال البطوله ينسحبوا. بالنسبه لي هو، لان عادي هو اللي انسحب ضد الجيش في واحد الماتش ميكال، كان تا ثمانية وما كملوش. عادي داكشي ديال الدروبه زعما، صافي ما لاعبينش ما مكملينش معاكم، ما كاينش مشكل. اذا غادي نشوف واحد 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 فيديو درتو على ودابا الى داروا هاد القضيه اللي قالها خويا كريم، تا اكادير صافي الله يسامح. ودابا حنا بلاتي ندوز بعدا، لان دابا الا بغينا غير نفكروا دابا بالنسبه لاني بلونش، انت ما خصكش تخلص على هذا الحساب، انت ما خصكش تطالب، وهذوك اللعابه تا هما اللي عطا اللي خادوا فلوس ما خصهم يرجعوا فلوس، يعني كيفاش غادي دير هذه الامور هذه؟ اذا انت كطالب شي حاجه انها ما لا من بعيد، باش تمحالك من الكارير ديالك، بان ما راه ماشي راه ما استقلتيش من 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 حسنيه، ولكن راك دوزتي معاهم العام. ولكن انا كنظن بان السي خارج التغطيه، وما هذه الامور هذه كاع ما غادي تكون. اذا ندوزوا واحد الفيديو صوبته، ومن بعد نكملوا النقاش. اذا بالكره قوس الكره في الدو بس من اللي جا البينالتي خرج، كون هذه حبس بس كون هذه حبس ما هي بوت مايو، ما خرجش مايو بصح كيما قال لك عبد الخالق فاش جابوا مايو ديال اسمهم مكتوبه فيه الوداد، بقينا في ستاج من سيكون حنا ثلاثه الناس، مجيد مشى دخل البوطو وانا في ستاج من سيكون، ومصطفى برك حط الكره قدامه برك درت عنده انا، قلت لي دابا ولا جيبيني مجيد حابس كنت انا ضرب بيناتي وانا واقف حداكم، الجيم كيعاق والله الا بحفظ الله يرحمه ويسكي، قلت له الجيم كنت انا كنفضل خلينا انا ضرب بيناتي لان غادي يضربوا يدبوا راسهم، وانا نقول هذا مجيد قلت له علاش غتحبس انت شكون اللي قال لك تحبس؟ سبحان الله حسبي الله قال لي لا هاكم بالحرف انا ما الى باقي الله
طول في العمر ديالو قال لي هاكو بالحرف قال لي خليوا الكره تضرب ونخلفها لكم مشكور يعني مشكور غنتعدوا على فرقه اخرى وما جين ديربي راه ما عمركم تعرفوا هما مشكور وخا يعطيك حتى 5 ديال الشان ماتش اخرين ديربي حتى ديربي الوقت اللي خرجت هذه الهضره لحقات الهضره انا ذاك راه كان معطي بوعبيد الله يرحمه ومعاش الله يرحمه ومعاش الله يذكره بخير شوف هذا الحجم ديال هذ المسؤولين قداش اللي كانوا ذاك الوقت كان هو اللي هما اللي تموت مشات عندهم لانفورماسيون بلا ما قال لينا بلا ما نخلف عليكم خضره اخرى سي تادير بحال كونفيرما بلا ما كاينش البنالتي انا كنخلف عليكم خضره اخرى ديك الساعه تعطى امر من لي تريبون باش يخرجوا انا ما خرجتش انا الصديق ديالي معلم الناصر يقول لي دابا سبحان من خلقك سبحان من خلقك سبحان زيد قول لنا السي حسن كنا داك العام شفتوا غتهبطوا قعدوا زين ديفيزيون كاع انا نقول لك انا ما حمان لان صراحه غرق الفرقه زيد جابوا الروداني الله يرحمه بالصوفينا ربحنا واحد كذا الماتشات بالصوفينا هادشي اللي مشى بيتشو الوداد كنا مشينا السعوديه واحد الشهر جينا لعبنا ماتش مع الوداد كلام ديك سالي ديبوش لعبنا حنا غندخلو للفيستيار كان بيتشو مع الوداد الله يرحمو كان شاد بارون في يدو وقال واحد الكلمة باقا بين عيني دابا والله البالي الطالة ديالو الله يرحمو البالي قال الحمان اليوم غندمك على حياتك أو بالفعل ندم ندم الطوب كان لعبنا ماركا ماركا الوقبيت جا الواك بيناتي كان الواك بيناتي جا بيلاتي غيشوتو بيتشو الكرة تحطات وراك مش ماتش بيلاتي ما تشاش بيلاتي ما تشاش قشاد البلا بيتشو قشاد البالون جلس عليه وبقى مقابل الحمام قابلو مقابلو ما لعبناش وخرجنا عادي إذن مهم غير باش الناس يعرفوا بأن هادشي ديال الانسحاب راه جاري في الدم عادي جدا طوبة اللي كان في 79 وقال بأن ماشي بيلانتي حقا مخلص شاد البالون ومجيد ما بغاش يحيد من قدامه دفعه وحسن حسن محيد أكد بأن كانت عرقلة داخل هذا والمهم القصة راه معروفة احنا لجبدنا هاد الفيديو هذا غير باش نوضحوا بأن السي فاخير اللي كيطالب سنة بيضاء إذا قاعد واش كون كانت الراجة دوزيام ولا البروميير واش كنتي غادي قال لك السي حسن الشوني فاخر ولد المدينه وطوبة المهم براسو يكون ولد المدينه ولا يكون حنا كنناقشوا الامور اللي دار حنا كن راه التاريخ هذا حنا كنهضروا الامور اللي دارت على لسان اللاعبين اللي لعبوا معاه وهذا يعني باش نكونوا واضحين السي عبد الفتاح بالنسبه لهاد القضيه هذه ديال اني بلونش واخويا كريم اش غادي نقول لك صراحه ما فهمتوش هاد السيد الله يهديه يعني سنوات وهو ما عرفتوش مع الوداد حتى هو كل خطره خاصو يعني توضع عليه سؤال وحاقد على الوداد مزيان يا حيت هو عارف ان الوداد منين بدات البطوله هي الاولى على الاقل كيفاش انت غتجي تقول سنه بيضاء دير اعتبار غير لهذوك الناس اللي خدموا عام هما متصدرين منين بدات البطوله وكاينين الناس اخرين اللي خدموا مساكن ديك وجده وهذيك بركان اللي مقاتلين هذا العام جايين وجايبين لعابه كبار ساكن تصور انت يا تصور فريق مولودية وجدة صراحة اللي جايب لاعبين في مستوى أول عام فلوس. مسكين وداك بن شيخة مسكين توا أول عام وغادين مزيان شوف غادين مزيان لاعبين على البوديوم يعني وبركان كذلك شفنا انتدابات الكبيرة مع عمرهم داروها آخرها يا جورو وحدراف
وعن على الانسان وانت مدرب كتقول محنك ودوزتي ودوزتي يعني راس منهار عقلنا وانت كتدرب يعني على الاقل تحط غير بلاصتك انت كمدرب راك باقي كتدرب شي فارق وكاين في البوديوم كيفاش غيكون الجواب ديالو اخويا كريم وكيفاش غادي تقدر واش غيكون بهالطريقه لا انا ما لا اظن كان هو مدرب وفي المراتب الاولى كان غيقول لك لا راه البطوله غتكمل ان شاء الله وغادي الامور حتى ما يمكنش فهمتي كاينين بعض دابا معظم الدوريات كيحاولوا باش يكملوا الدوري اول شيء باش تعرف اخويا كريم راه اول شيء الدوريات مجموعه ديال الدوريات باغين يكملوا حيت عارفين انهم الا ما كملوش الدوري غتكون اشكاليه كبيره لان كتعرف اخويا كريم سمعنا المانيا اللي الدوري ديالهم كيحاولوا باش يكملوه ولو ان اللاعبين يديروا الكمامات باش تعرف راه طرحوا عليهم ان اللاعبين يلعبوا بالكمامات وكاينين اطروحات كثيره الان اللي كيحاولوا يدرسوها مع الفيفا وهذا باش يكون على الاقل يكون واحد التغييرات تزاد في هذه المرحله ويكون اشياء اخرى لانك تعرف اخويا كريم الا ما كملوش الدوريات غتكون ازمه كبرى للانديه كتعرف ان الجماهير اغلب الانديه الكبرى الجماهير ديجا شرات التذاكر لان كاين التذاكر شراهم من اول السنه ديال المباريات وكتعرف ان غادي يكونوا اشكاليات كبرى ان الانديه الى درتي اني بلونش غادي تحيد السنه خاص الانديه اللي غتشارك السنه المقبله في المنافسات وغيوقع لك خلط كاين انديه اللي تقول لك لا علاش انا ما غنشاركش وهذا وغيوقع مشاكل كبيره اخويا كريم لهذا معظم الانديه كتحاول انها على الاقل تنهي المواسم في شهر يوليوز ولا وغوشت يعني في الصيف هو المدرب الفاخر صراحه هو من الكلام ديالو اذا شفتي الكلام الفقرات اللي قال كيبين انه باغي الموسم ابيض باش ما كان علاش حيت هو قال لك بغيت موسم ابيض وحتى اللاعبين راه شهر رمضان وخاصك تعطيهم الوقت يعني هو قال مبررات اكثر من واش هو باقي مدرب يعني واش هو باقي ياك حبس ما فهمتش انا ياك ما عنده مشكل مع الحسنيه صافي يعني انسحب من ما هو دابا المشكل ديالو هو الوداد ما ديش ال21 باش تجي 21 راه شحال خاصك باش توصل لين يا باش ينوضوا هادو صحاب سميتو يفرحوا هاد لي جيرون دابا راك عارف انت الامور كيبغيو يزينوا راك عارف داكشي اللي كيطرا كيبغيو يزينوا ليماج ديالهم وهذه هي اللي خايبه انت كمدرب هضر من المنطق ديالك كمدرب حط راسك باقي كتدرب ما تحطش راسك راك ما تدربش وهذا هو الخطا راه سمحنا احنا مدربين اللي عيطوا عليهم ما سمعنا حتى واحد قال سنه بيضاء معظم لا هو سمعنا غير مديحي راه مديحي تصلوا بيه كون قالها مديحي سمعنا هضرنا على بن شيخه احنا لا يهمنا شكون احنا كنهضروا غير على الموضوع ما احنا ما يهمناش احنا الموضوع انه التصريح اللي جا كبير والتصريح اللي ما احنا كيضرنا كوداديين نهضروا بصراحه اخويا كريم واه ما يمكنش انت كتكرفص شحال من مدرب صيفطتي والقيامه حيد هذا حيد هذا جيب هذا لا هذا يصلح لا هذا ما يصلحش ثلاثه المدربين الفلوس اللي تخسرات هذه الامور هذه راه لا اظن ان اي ودادي كما بغى يكون نوعه راه ما غاديش يبغي انا خويا كريم كنهضر على فرقتي انايا كنهضر على فرقتي هذا التصريح هذا انا كودادي ما عجبنيش لانه كيضر الفريق ديالي وما يمكنش لك تبخص ليا حق انا ديال البطوله عرفتي شنو باش تربح بطوله ولا شنو راه ماشي سهله يا صح وهذا الشيء راه كيعرفوا كل شيء راه لو بغيتي بطوله راه طويله وخاصك تكون فايق بكري عندك لاعبين وهذا كنتمناو الحمد لله ان شاء الله يكون واحد توافق اللي هو يكون كبير ولا ضرر ولا ضرار هادشي اللي بغينا واش فهمتيني اخويا كريم دابا العين العقل ها هما في اوروبا وفي بعض الدول كيشوفوا ان الامور ان فين موقفه البطوله غادي تحسم
حنا كون مثلا الفتح ولا شي ولا وجداهم ولا ما عندنا مشكل. انا كنظن بان ما كاينش مشكل نهائيا. يعني ما يمكنش نتايا من بدايه الموسم وانت غادي في الرياضه وممكن يعني واحد الدوره. اه هادشي اللي بغيت نقول لك حيت انت من بدايه الموسم وانت يا ليدر راه ما يمكنش لك تجي عندي انت تبقى وليدر وعندك جوج وناقصين واش فهمتيني؟ ماشي تا كنا ما عندكش مقابله ناقصين باقي عندك جوج ماتشات دابا لي جيروندك يديروا على المقابلات حق عندنا هادي ما هادي راه هما اللي الفراقي كلهم ما سمعتش انا شي فرقه هضرات ما سمعتش شي واحد هضر. كان توافق شوف اخويا راه الفتح اللي قري اللي في الكلاسمون واخا انت عندك ناقص جوج مقابلات وما هضروش ويعني باش نكونوا واضحين كمل غير هو خاص تكون ان شاء الله حنا كنتمنوا غير الوباء يفوت وديك الساعه تكون عندنا هضره غير الانسان ما يكونش حتى لهاد تكون فيك زعما كاع هاد الحقد حشومه يعني يكون غير سولوك خاصك تكون دابا ما توعد ما سولك كيعاود بها السؤال حيت هو التصريح هذاك هذاك التعليق اللي حنا كنهضروا عليه راه جا في سميتو ياك فراديو مارس يا فراديو مارس راه حاطنا المقال ديال راديو مارس وراديو مارس راه كنعرفوا راديو اللي هو يعني اختصاصي رياضي وما غاديش يجيو يكذبوا ولا يحطوا داك التصريح اللي كيكون غادي يقولوا اذا وحطوه بالعرض يعني الكبير يعني داك الشيء واضح غير حنا بالنسبه لينا شوف حنا ما كنبغيوش بحال هاد الاستفزازات حنا كوداديين راه اي ودادي اللي بغى يشوفو هضر بديك الطريقه واخا حنا خويا هاد الموسم بيض كاع ولكن بهذيك التدجي من عند واحد المدرب اللي حنا كنعرفوه والتاريخ كيفاش داز على الاقل اللي يكون شويه كيحترم المشاعر ديال يعني الجماهير وما تجيش وتستفزهم تقول لهم لا راه غالبا خصهم موسم ابيض وهذا الشيء راجع لانه كاين شهر الصيام وغيجي الصيف وهذا على الاقل يعني انا بالنسبه لرايي الخاص كان على الاقل كان يطريت شويه يعني في الاجابه ديالو على السؤال ما عرفتش سالوه ولا هو غير قالها لا غا قالها هو صراحة هذا اللي كيعاود بلا سؤالات كان جد الله يرحمها كتقول لي كتعاود بلا سوالات حتى كتقر بلا سوالات هو هذا دابا حتى واحد ما قال ليه ما دار برنامج ما قال لي قالوا والو غا ناض قال لهم هذا وما حطوها باش تبارك الله عليه كل شيء خصنا باش نعرفوا لان ممكن هو خرج هذه اسبوعين واسبوع الماضي هضرنا عليها كينادي بالمستحقات ديالو دابا خصو يخرج لك بشي هذا باش فهمتيني يعني باش ما يبقاش عليه الضغوطات وهذا حنا كنعرفوا هذه الامور في الصحافه وهذه الامور كيفاش كدار اذا المهم راه واضح ولكن السي عبد الفتاح هادشي شكون المسؤول عليه سونتراليتي عود بالاساس ناصيري هذا الناصيري التاريخي جمعيه الحليب وما ادراك ما جمعيه الحليب مركزية الحليب سنترال ليتير كانت توزع الحليب وتوزع اللاعبين راه هو كان حاضر في الحقبة راه كان اذا كان كياخذ دانون وحليبه وداك الشيء حتى هو راه من دوك الناس اذا عجبني هذا البرنامج كتهضر على الرجاء لا ما كنهضرش على الرجاء واحد من لي جيرونداج قال لي كيعجبني هذا البرنامج حيت كتهضر على الرجاء كيعجبني هذا البرنامج حتى كتهضر على الرجاء البيضاء العالمي شكرا حسن الشوني ها هو الميساج ديالك حطيته باش ما يقولش لك يعني ها هو في الفيسبوك ها هو اذا لا ما كنهضرش انا على الرجاء انا كنهضر على الخرجه اللي خرج بها الجنرال اما كنهضرش انا لا تحيه للصديق ديالنا حسن تحيه لي حسن رجاوي صديق ديالك تحية لي. إذا نكملوا النقاش ديالنا سي رشيد هضرتي في هذه النقطة هذه رشيد هضر ولا ما بقاش عاقل واش رشيد هضر في هذه النقطة ولا رشيد معنا إذا ناخذ السي مراد ناخذ الرأي ديال السي مراد بن مرجع رشيد مراد
وخويا كريم مش غادي نقول لك فاللي من حقه اول شيء اقترح نهايه الموسم او موسم ابيض فهو الاتحاد الدولي لكره القدم، وكما يعلم الجميع فانه ما يمكنش تاخذ اي قرار الا بمراجعه ديال الاتحاد الافريقي اول شيء ومراجعه ديال الاتحاد الدولي ومجموعه من المؤسسات اللي كتخول لك انك تنهي الموسم وبالطرق اللي غتقترح عليك هي او الطرق اللي كتشوفها مناسبه. من بين الاشياء اللي كاينه هي احنا اننا قضينا تقريبا اكثر من نصف الموسم، يعني لم يتبقى عند النهائي الا 10 مباريات وهو الثلث الاخير من البطوله، فكل واحد عنده الاقتراحات ديالو. ممكن فاخير عنده اقتراح ديال انه ينهي الموسم، هذه وجهه نظر ديالو وكيشنا ما كتهمناش. ممكن هو حيت يمكن كيتسنى بدايه الموسم الجديد باش يلتحق فريق جديد، ربما عنده شي عقد عنده شي مفاوضات مع شي فريق جديد وكيتمنى ان ينتهي نهي الموسم الرياضي عادي وينتقل يعني الموسم الرياضي الجديد بدايه من شهر اغشت المقبل. وهو الطموحات ديالو شكل والحقيقه واقع شيء اخر. فكنعتقد بان النهايه ديال الموسم ما غاديش تكون الا باتمام المباريات على حد العلم ديالي، واللي غادي تكون في اواخر شهر 6 وبدايه شهر 7. وما كنظنش واش غادي ينتهي موسم بدون ما يكملوا المباريات، لان حتى الاتحاد الدولي في الاسبوع الاخير كان واحد الاتصالات مكثفه فيما بينهم وما بين مجموعه من الاعضاء في الاتحاد الايطالي خصوصا اللي اصروا على انهاء الموسم الرياضي. وربما على حسب بعض المعلومات اللي عندي فالاتحاد الايطالي قد وافق مبدئيا، اقول باش الناس تاخذها بهذه العبره، وافق مبدئيا لاستمر الوضع كما هو عليه وعرف تحسن كما كيعرفوا في هذه الايام. فالاسبوع الثاني من ماي غادي تكون بدايه انطلاق التدريب، مجموعه من الاحتياطات في الملاعب الايطاليه، والدوري الايطالي غادي يعرف الاستمراريه ديالو من بعد اسبوعين من اجراء التدريب ديال الفرق. فهذا اول بوادر ديال بدايه انطلاق الدوريات العالميه، والدوري الايطالي كتعرف عنده شعبيه كبيره وعنده مستشارين كبار. فالاتحاد الدولي في اتصالات مكثفه مع الاتحاد الايطالي لكره القدم، واللي قطعت اشواط كبيره لغايه ان الاتحاد الايطالي راسل الفرق وخبرهم باش يجهزوا الطاقم ديالهم التقني والطبي والاداري باش يكونوا جاهزين في الاستعدادات المقبله، باش كلهم ياخذوا المعلومات كيفاش غادي يمكن لانهم يخليوا اللاعبين يحضروا التدريب جماعيا والطريقه المتبعه بطبيعه الحال بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكره القدم. هذه بوادر توحي بان رجوع كره القدم الى الميادين او الى المسابقات الدوليه فغادي يكون قريبا، ما كنقولوش حنا في اسبوع ولا اسبوعين ولكن في قدوم شهر تقريبا، فغادي تستمر بعض الدوريات كما قلت لك من بينها الايطالي اللي حصل تقريبا على رخصه مبدئيه باش انه يستمر التدريب في انتظار انهم يشوفوا طريقه باش يجريوا المقابلات. الاتحاد الالماني كذلك راسل الفرق ديال القسم الاول والقسم المحترف بانهم يجهزوا اللاعبين ديالهم باش يدخلوا التدريب، لان الدوري غادي يتم في الظروف اللي غادي يحددها الاتحاد الالماني. فملي كنهضروا على كبريات الدوريات الاوروبيه غادي تستمر، فهذا الكلام ما كيبقى عنده حتى شي قيمه قدام هاد العمالقه ديال كره القدم العالميه، واللي طبعا عندهم الانسانيه وعندهم البشر شيء مهم في الحياه ديالهم، والناس ما كتحضرش من فراغ، فطبعا كتاخذ احتياطات لازمه. وكما قلت لك هذا الشيء كامل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي اللي كيراقب الوضع، والاتحاد الدولي كذلك كيرجع لمنظمه الصحه العالميه. فالامور تسير نحو استمرار الدوريات، واغلب الدوريات اللي غتعرف انطلاقه متاخره فغادي تنطلق في شهر 7. واضح. اذا المسؤول هو الناصري. لا نشوفوا الاوديو ديال القيده حوريه.
فرايميجا انت اذا انت هي القيدة حورية انت بين فرايميجا. اذا السي رشيد واش رجع معنا؟ السي رشيد واش خديتي هضرتي في هذه النقطة هذه ولا ما هضرتيش؟ لا خويا تكلمت في هذه النقطة خويا كريم. واضح. اذا المهم نقط كلهم، المهم المسؤول هو الناصيري. انا هادشي اللي بان ليا المسؤول على هادشي هو الناصيري. كامل اللي يديروا في هاد الشبابيك المغلقه هو الناصيري. هو الناصيري من الاخر بوليس تا هما معاونين الناصيري. الناصيري اش باغي يدير ميسا؟ بوليس راه هما خدامين نوار، هما كيبيعوا لنا، هما اللي كيبيعوا لهم. يلا سير السي عفتح. واضحين راه كما شرنا الاخوه راه معنا كيطرحوا الاسئله، راه المنافسات ان شاء الله غتكمل في اخر يونيو. وراك انت كتعرف لا حتى الان بي اي راه غيبداو يرجعوا للتدارب الانفراديه. واضح. اذا هادشي اللي كاين. اذا نمشيو المكالمات الاخوان. الرقم راه كتعرفوه، حاولوا ان نكونوا مقتضبين باش ناخذوا الماكسيموم ديال المكالمات في المواضيع اللي هضرنا. ولا كاين شي اسئله ولا كاين شي حاجه بالنسبه للاخوان، غير ذكروا الاسم اللي بغيتوا تتواصلوا معاه ولا اللي بغيتوا تناقشوا معاه. ومرحبا. اذا الرقم على الواتساب 001-202-615-52-28. اذا على الواتساب 001-202-615-52-28. نقراو بعد لي ميساج ريتاما يكون المكالمات. ناصيري الناصيري، ناصيري هو المسؤول. كلشي غير يرجع، كلشي غيرجع. هذا هشام كارير الميساج ديالو، ها هو كلشي غادي يرجع. نحطوه. واحد الاخ قال لك كريم، واحد الاخ سولك قال لك شكون اللي كيتمنى ملي تتكون في القرايه في المدرسه، شكون اللي تيتمنى سنه بيضاء في التلاميذ؟ كون سهله كيسول فين هو مش هاد الميساج؟ الله يمشي. شكون هو سميتو؟ راه نتمنى ما شفتش الميساج، عاود صيفطوا ولا نشوف. اذا نطلعوا هذا الميساج جميل، هذا جميل. ناخذ المكالمه الاولى. كنظل الحاج بليلي معنا. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا سي الحاج. نقص غير الموسيقى، راه ما كنسمعوها بزاف موسيقى ولا. مرحبا كيفاش سي كريم؟ الله يحفظك بارك الله فيك. مرحبا. واش مبروك عليك والاخوان؟ علينا وعليك. كيف بقيتي شويه سولنا عليك، كيف بقيتي شويه؟ الله يحفظك. راه سمعتكم اخو، سمعت هذاك الاخ اللي دوا. ومرحبا بكم، مرحبا بكم عندكم. شكرا. الاخ العربي من ايطاليا كنظن، العربي من ايطاليا هو اللي. مرحبا به، مرحبا به اخويا. هذاك فاكر على هذاك القول اللي كيقول هذاك صاحب القضيه، صاحب المحكمات وصاحب اصبح ما اصبحش هو المدرب، هذاك اصبح سمسار. ما كاينش شي فريق اللي مشى لها من عاد السطات، اللي مشى اللي ما كاينش شي فريق اللي ما مشى لها وما دعاهاش. هو ولا بغى يولي عضو في الفيفا. احنا نديروا السنه البيضاء، نديروا الخضراء، نديروا الحمراء. لا اله الا الله محمد رسول الله. راه قال لك الله سبحانه وتعالى ولا شاورهم في الامر. راه اي حاجه لا عندها حوار ديالها. الناس كما قلت سي كريم راه دافع فلوس ومخلصه السنه كامله وبزاف وبزاف وبزاف. المهم خليه. قال لك القطار ويمشي والناس والكلاب حاشاك تنبح. سير اسيدي. ايوا اش دار لك في هذه المواضيع؟ واخا كاين ما فيها والو. اما خويا دويتو على الاسعاريف، اسعاريف اخويا راه هيبه من عند الله سبحانه وتعالى، راه ما كيزيد ما كينقص. كانوا قالوا شي واحد الدراري قال لك انه كان كاين في الاول كيقولوا راه تيدير لعب صناقي. هو راه هو هيبه من عند الله، عطاه داك الشيء. اللاعب ديالو بحال الدولمي بحال عزيز بودرب، هذا داك الشيء ديال الله، عطاه ليه الله. غير هو ما استغلش الفرصه، ما استغلش الفرصه في ذاك الكارير ديالو. كان غيمشي بعيد، يمشي الاحتراف ويمشي بعيد ويدير مزيان ويدير شي قهوه مزيانه في الدار بيضاء ويدير شي مشروع. على كل حال داك الشيء ديال الله اللي عطى الله هو هذاك الشيء. ايوا الله يصور داك الشيء اللي الحد ديالو هو هذا. نتمنى ليه خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
والوداد اخويا راه الوداد راه خاصه بحال الشكومه وخاصه بحال سميتو الهجوج والدراري ديالها اللي هما ولاد توني اللي كيعرقوا حيت دابا راه دابا الكره ولات كلها بفلوس ولا الانسان كيبني على المستقبل ديالو واللي يبني على هادي ويبني على هادي اما دوك الدراري راه ما كيعرقوا بتوني راك عرفتيهم كانوا في واحد الوقيته طايشين ولكن دابا راه داروا عقلهم ورجعوا للصواب ديالهم ولا شتي في الفتحة شنو كيدير ديستريبيتور ديال الفرقة يعني محرك موتور ديال الفرقة فنان شد راه هاك فنان ايوا خلى هذاك دقيقي صح صح كويري اذا كويري انت مع 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 السكومه يرجع ياك باينة اخويا يعني لا وانت اعطيني الراي ديالك انت انت كمحب ديال الفريق واش بغيت سكومه يجي ولا لا ايوا طبيعه الحال وا حنا دابا فتحنا لكم الهاتف باش نتوما تقولوا راه من الراي ديالي انا انت ايوا هذيك راه باينه الحاجه اللي باينه 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 بلا هذيك راه باينه الانسان سكومه يجي راه غيجي العام الاول عطاك مرحبا به ما عطاكش راه غادي يبقى مريح برون بلاصو صافي غادي يضيع هو سيني اللي جا بغي يعطيو بغي يخدم جيتي بغيتي تخدم تخدم غتخدم غتلقى بلاصتك ديالك غادي دير بلاصتك تلقى المحبين معاك تلقى الناس اكبر جمهور كاين في المغرب معاك تولي دايش في الشارع وكيرشوا عليك بكلمه طيبه باجي سيسكوما تفضل سيسكوما والله تدي معاك هذا سيسكوما خذ لا عطيه لسيسكو ما بخيل ما درتيش بلاصتك ولقيتي كتكسر ما غاديش كاينه ولا لا كيضحك كريم واه هادي راه زوينه هادي عرفتي ديك كتكون دايز وغادي وغادي وكتنقب غادي وكت ويكون المدينه انت ملي كيدخل الانسان باب مراكش ولا يدخل البازارات ولا ها ويلي 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 داكشي يعني ملي كتكون رابح ولا رش عليه الريحه راه الريحه جوج الريحه رش زهر الزهر عرفتي داك الزهر عرفتي عرفتي داك ديال سميتو باش باش يرش عليه السحور الا كان فيه شي سحوري الا كان شي سحوري بطل اذا تحيه اخويا الحبيب محب كيولي معجب كيولي معجب عند 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 دابا دابا كل الوداديين الا شافوا شي لاعب اللي هو سميتو محب ومعزوز عنده مداخله في القلب كيولي خصو غير انت يهضروا معاه انت يبرك معاه انت راه راجل بالرد ديالك راه شي قهوه جيب شرب شي قهوه ولا شي عصير ولا شي ريا وكيدير الحال كيدير غير كيبقاو يجبدوا معاه الهضره وسيرتو الا بغى يشري شي حاجه يديروا معاه الروح ديال المزيان المهم هادشي معروف هادشي معروف في المدينه تحيه للناس ديال المدينه القديمه كنشكرك تبارك الله عليك الحمد شكرا لك تبارك الله عليك كنشكروك باش ناخذ مكالمات اخرى تبارك الله عليك الحمد اخ اخويا ما نطولش عليكم عواشركم بركه كل عام وانتم بخير الله يرفع عنا هذا البلاء ان شاء الله الرحمن الرحيم اللهم امين كنشكروك الحاج دائما كنضحكوا معاه شويه الحاج البليلي تحيه ليه وداديين الحراك وداديين القدام وداديين اللي عطاو الفريق كمتفرجين بطبيعة الحال يحبون الوداد حتى النخاع مرحبا أخي مرحبا 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 أخي كريم ومرحبا الإخوان ورمضان مبارك سعيد على جميع الأمة الودادية مرحبا الله يحفظك خويا كريم وكان عصادر خويا على التأخير لكن سنشاهدوا ديك السلسلة ديال أين أبي ويلا خويا كريم التحقت بك أنا دابا فين وصلت فين وصلت هذاك الشيء ديال أين أبي فين وصل راه خرجت وقال غير أنت أين أمي لأن خرجت واحد ميلودة قال لك ميلودة ما ميلودة ما عرفتش من خرجت لينا ميلودة تاهي غادي ندوز داك الشيء اللي كاين خويا كريم ولكن داز غير في داس غير في واحد بعض الاحداث مازال قال لك مازال اخر اش قالوا قلت لك قالوا حتى الاخر ديال المسلسل عاد غدا تبان ميلودا الحقيقه ديالها مازال دابا ما تنشوفوا في اين ابي في الحلقه الرابعه مازال غنتفرج فيه يلا قول لي يا اخويا هذاك الشيء اللي كننصحك به اخويا كريم كننصحك به راه سلسله شيقه زعما شيقه زوينه لا لا زوينه ان شاء الله غادي نتبعها وغادي نسجلها كاع تبقى عندي غنديرها في ام بي 3 ان شاء الله اخويا كريم ان شاء الله اخويا الله يحفظك مرحبا الله يبارك فيك الله يحفظك خويا كريم بالنسبه لخويا كريم الاسم الاسم المدينه يا اخي محسن مدينه القنيطره اخويا كريم القنيطره واخا مرحبا مرحبا خويا كريم الله يحفظك مرحبا بك خويا كريم الله يحفظك وراك عارف الامه الوداديه راه منتشره في جميع بقاع العالم ايوا
والاسره كان اسره خويا كريم راه كامله وداديه واسره راه معروفه في مجال الرياضه وهذه راه معروفه على النطاق حتى هنايا ديال القنيطره وانت راك ربما تقدر تكون كتعرف مصطفى الدرس اللي كان ملتحق حتى هو بامريكا الله يا ودي الدرس صديق ديالنا الدرس الله يا ودي لاعب كبير ولا الى خويا القنيطره وجمال جمال الدرس وهذه كامل كامل عائله خويا كريم والحمد لله نشأنا وسط اسره رياضيه واسره وداديه كنا نقول له كتعشق الوداد وهذا الشيء هذا ماشي غريب هذا الشيء راه معروف انه وسط الاوساط القنيطريه راه معروفه العائله كامله خويا كريم ايوا نتاسف لي زعما قنيطره وداك الشيء اللي وصلت لي قنيطره لا النهيضه في الثمانينات وفي السبعينات لا النادي القنيطري يعني هادشي اللي كتمر منه قنيطره بصراحه الجمهور ديالها حتى هو جمهور كبير جمهور حلالة بويز اللي بصراحه كانوا كيفرحوا بصح خويا كريم بصح انايا بصح حتى انا زعما الناس كيفاش نقولوا كيعشقوا زعما الفريق ديالهم ديال الفريق مدينتهم وهذيك كيعشقوه بزاف زعما وهذه ماشي ماشي هذا صراحه ولكن وكاين زعما المواهب وكل شيء والمدينه كانت معروفه زعما باللعابه دازوا لعابه كبار هنا وهذه ولكن المشكل مرك عارف يعني ماشي يكون المشاكل السياسيه دائما تكون شي مشاكل مني الرياضه دخلت السياسه ودخلوا دوك السياسيين صافي عرف بان تسيسات صافي ما بقى الرياضه صح خويا كريم وهذا راه كما كنقولوا راه دابا هذا الشيء هذا راه معروف لان دابا حتى الدراري يعني ولاد الفرقه اللي كانوا مثلا كما كنقولوا داروا السميه وخرجوا وهذه وخا جاوا بغاو زعما يعطيو ديك التجربه اللي داروا الوليدات الصغار ولا هذه وما همهمش كما كنقولوا الهم المادي ولا شي حاجه اكثر ما همهم كما كنقولوا يوصلوا التجربه ديالهم زعما الوليدات الصغار وهذه هزوا المشعل ولكن راك عارف انت كيفاش كتكون الامور خويا كريم واضح اذا امور واضحه ونتمنوا الرجوع لهذا الفريق وهذه المدينه تستاهل فريق اللي يكون يعني كبير صح بصح خو كريم صح خو كريم ان شاء الله هذاك الشيء اللي كيقول حنا تيهمنا خو كريم كما تيقولوا احترام زعما الفريق ديال المدينه ولكن حنا راك عارف يعني تيبقى العشق الاول والاخير بالنسبه واخا اذا رجعوا للموضوع ديالنا بالنسبه للوداد اللعابه اللي ممكن تبغي تشوفهم سكومه الهجهوج لعابه اللي ممكن يعطيو الاضافه بالنسبه للوداد خويا كريم هو بالنسبه زعما لواحد الحاجه زعما اللي زعما كما كنقولوا هي بين قوسين وفي نفس الوقت هي مساله مهمه وضروريه بزاف زعما خصنا العام اللي داز خويا كريم بقينا كنفكروا بزاف المسائل في شي راك عارف على حسب القضيه ديال رادوس ونسينا خويا كريم الاعداد البدني والمسائل اللي خصها تكون المسائل اللي رياضيه اللي تعاوننا في بدايه الموسم يعني دابا حنا كما تنقولوا راه كما دابا دخلوا الاخوان وقالوا يعني الموسم الكروي غادي يكمل يعني حتى بعض الدوريات يعني اللي كبار قال لك ولو يكمل الدوري بدون جمهور يعني البطوله غادي تكمل هذه بدون شك يعني خو كريم دابا كما تنقولوا خصها تكون عندنا واحد خارطه طريق الموسم المقبل لان العطله الصيفيه غادي تكون قصيره بزاف ما غاديش تكون كبيره وحنا هنا فين كما تنقولوا هنا فين غادي خصها تبان الحكمه ديال التسيير ديال الرئيس سعيد الناصري يعني باش ما نطيحوش في الفخ اللي طحنا فيه هذا الموسم البدايه ديال الموسم خصوصا وان دابا حنايا كنعرفوا مجالا ان العقد اللي مع غاريدو يعني هو فيه واحد الشروط يعني منها البطوله ولا تشامبيونز ليغ يعني خو كريم راه من دابا خصنا نشوفوا شنو البدايه ديال الموسم يعني ما نبقاوش كما جن في هذا وحتى الاخر والعاد نبداو مثلا نجيب هذا حيد هذا دير هذا يعني هاد القضيه بعدا ديال الاعداد مثلا كيفاش خصنا نبريباريو العام وهذه خصنا دابا يكونوا مثلا الناس كيفكروا فيها وشكون غادي يكون معنا في البداية ديال العام وهذه غادي خصو يكونوا كيفكر فيها من دابا كانت خرجه ديال غاريدو في بعض الصفحات يعني بعض الصحف كتبوا ان الوداد لا يمكن ان نعرض الحياه اللاعبين للخطر لان كان كيقولوا بان 20 ماي غادي تبدا تدريب ديال الجماعيه ولكن
غاريدون فهاد هاد الامور هو صعيب اخويا. هو شوف اخويا كريم، هو دابا زعما هو صراحه صعيب باش زعما نقولوا مثلا نحدوا واحد التاريخ ديال تاريخ محدد باش نقولوا مثلا هو اللي غادي تبدا فيه التدريبات، لان كل ما بقى يعني الوزاره ما خرجت بواحد البلاغ اللي كينتهي فيه الحجر الصحي، يعني ما عندناش واحد كما نقول ما عندناش واحد زعما معلومه على التاريخ المحدد لنهايه الحجر الصحي، يعني باش هو باش نقولوا مثلا تكون تدريبات جماعيه او هذه، يعني ما يمكنش دابا نتكهنوا بشنو غادي يوقع باقي حتى واحد ما عارف. فوالا خو كريم، زعما كما نقولوا في غالب غالبا تقدر تكون مثلا ديك مثلا 15 يونيو هذه تقدر تبدا دي العاد، نقدروا نفكروا واش تبدا ديك التدريبات الجماعيه ديك الساعه، نقدروا نشوفوا واش غادي تبدا التدريبات الجماعيه ولا. كنظن السي عبد الفتاح عنده شي تفاعل معك. عبد الفتاح هو كما قلت الاخ تبارك الله عليه، تحيه ليه، ان الصحفي اليوم اللي خرج بهذا الخبر هو سفيان انجار اللي دار بعنوان العريض ديالو في الجريده ان الفريق نفع عوده الى التدارب الجماعيه في 20 مايو وغاريدو يحذر لاعبيه من زياده اوزانهم. يعني المكتب المسير ديال فريق الوداد الرياضي لكره القدم يعني نفع عوده اللاعبين يعني في 20 مايو المقبل، وذلك للحفاظ على سلامه المواطنين كذلك وعلى اللاعبين وعلى كل شيء، وكذلك ان المدرب كيحذر اللاعبين بانهم يحافظوا على الوزن ديالهم وما تكونش واحد الافراط في الاكل. متفق مع اخويا فتح، لان دابا كيما تنقولوا على حساب دابا تيكون واحد حتى التغذيه يعني دابا كتختلف في رمضان، يعني بالنسبه للاعبين وتتوقيت الاكل يعني كيختلف، وهذه يعني ضروري غادي يكونوا تحذيرات من المدرب اللاعبين باش يلتزموا واحد النظام غذائي اللي يكون صحي في هذا الشهر المبارك. واضح. اذا هذا المقال اللي حط سفيان راح حطو على المباشر، الناس اللي بغاو يشوفوه راه ممكن يقراوه. كمل اخويا محسن باش ناخذ مكالمه. واخا اخويا كريم، وبالنسبه اخويا كريم الانتدابات ان شاء الله راه لجسكم الفريق راه هو غادي يعاوننا مزيان، وغادي تقول لان البلاصه ديالو راك عارف دابا السكومه راه تبارك الله راه السيد راه نضج بزاف، والكره ديالو زعما ما نحتاجوش حنا مازال نعطيو فيها الراي ديالنا، راه الناس تبارك الله اللي كما تنقولوا ولا الدومين وعندهم زعما تكوينات وعندهم الناس اللي زعما لعابه كبار دازو هادي راه عطاو الراي ديالهم في اللاعب، وكي زعما كلشي كيهضر عليه زعما بالخير وسيد اللي ناضج وما بقى زعما كما تقولوا دابا ولا لاعب متكامل وغادي يعاون ان شاء الله الفريق الى جا، وهادي زعما فرصه باش زعما تكون واحد البادره من الاداره تقربوا من اللاعب وتبدا دابا المفاوضات معاه، لانه اصلا من الحق ديالنا، لان اللاعب في الاواخر ديال 6 اشهر اللي كتبقى اللاعب هو حر يجالس اي فريق بغى، ونحاولوا نستغلوا هذه الفرصه، وبما ان اللاعب حتى هو يعني من خرج من المدرسه ديالنا ولاعب اللي ولد الفريق وهادي غادي يعطي الاضافه ان شاء الله. ونتمنى اخويا كريم الامور تمشي على خير وتكون نهايه سعيده ان شاء الله اللي تسالي بالتسويج ديالنا لا بلا تشامبيونز ليغ لا بالبطوله ان شاء الله، ويكون صيف مليء بالمسرات والافراح خويا كريم ان شاء الله. اذا هذا الشيء اللي بغينا. اذا شكرا لك خويا محسن تبارك الله عليك، وناخذ مكالمه اخرى. شكرا اذا تبارك الله من القنيطره، تحيه للاخ ديالنا محسن من القنيطره. مرحبا الاخ. ربك كريم. مرحبا. وي سي كريم السلام عليكم. مرحبا اخي. مرحبا. وي سي كريم. مرحبا اخي، تذكرنا بالاسم. مدينة عبد الرحيم فارس من القاره. عبد الرحيم من القاره. مرحبا. بارك الله فيك، بارك واشركم ورمضان كريم لكم الجميع، والسلام للمتداخلين والمحللين اللي معك. مرحبا اخي تبارك الله عليك، كنشكروك. بارك الله فيك خويا. عندي نقطتين، الاولى ديال اللاعب سكومه اللي باغي يرجع للوداد، وحنا ما كرهناش الصراحه، ولكن انا عندي سؤال، هو علاش كيمشيو من الوداد مادام انهم هما تكونوا في الوداد وانهم ولاد الوداد وكيحبوا الوداد، اشنو السبب اللي كيخليهم
ما يكملوش في الوداد ويمشيو حتى يبغي لا فان كارير عادي يجيو يكملوه في الوداد. هذا سؤال. ثانيا سي فخير خاصو بعدا الا كيطالب بموسيم اخضر ولا ابيض ولا شنو باغي يلونو كما بغا خاصو يرجع بعدا فلوس، خاصو يرجع بعدا فلوس الحسنيه بعدا هو الاول. عطيني الناس فلوسهم، انت ما خدمتيش، اذا ما خدمتيش خاصك تطلب الناس فلوس ديالهم. هذا هو الاول. خاصو يكون ابيض، حتى هو خاصو يكون ابيض، سنه بيضاء اختار كون تكون ابيض. تماما. هذا هو المدار ديالي انا. هو معقولة، عندك الحق. عندك الحق. لماذا؟ ايوا هادشي اللي كاين اخويا، وباش ما نطولش عليكم ونخلي الاخوان حتى هما يتفاعلوا معكم، نتمنوا لكم استمراريه ولا برنامج جيد، وخا ما كنتصلوا بشك دائما راه حنا دائما متابعين ودائما بالتشجيعات. لايك وكل شيء، والله يسر لكم والله يسهل عليكم، واستمروا استمروا، حنا عاجبنا هذا البرنامج. الله يحفظك. اذا غادي نعطيو السؤال ديالك لمراد يجاوب عليه، وكنشكروك، ناخذ مكالمه اخرى. شكرا. مرحبا. مرحبا. شكرا سيدي. اذا سي مراد، سؤال ديال الاخ ديالنا من الكارا عبد الرحيم، سؤال واجي، علاش كيمشيو من الوداد؟ سي مراد راه حنا كما قلنا لك كاين مجموعه من اللاعبين اللي مشاو، دائما كتلقاهم في نفس المشكل اللي هو يا اما ان اللاعب مازال ما نضجش، من مجموعه من الاشياء اللي كتمر في الحياه ديالو، وكيكون باقي ما وصلش لهذاك اللاعب كما كنقولوا حنا بلغه الكويريه خاطر باش يبقى في الوداد. وكنذكر مجموعه من الاسماء، العجوج، سكوماد، وليازان، مجموعه من الاسماء. وكاينه حتى واحد النقطه اللي كيدخل فيها الجمهور، مع احترامي لجميع الجماهير، وكاين بعض الجماهير كتربط بعض علاقات الصداقه مع اللاعبين، فهنا كتولي واحد الحزازه وكتولي واحد الاشكاليه كبيره، في حكم ان الصداقه ربما كتاثر بعض المرات على اللاعب. فكاينين بعض الناس اللي ما تيحشموش مثلا، فكيكون اللاعب مثلا صاحبه صديقه بحكم انتمائه لنادي الوداد الرياضي، فكيبدا يعيط ليه مع جوج الليل مع الوحده، اخويا قول لي التشكيله، اخويا قول لي شكون مشى، شكون جا، شكون هادي. فهاد الاشياء هادي كتاثر على اللاعب، فمن بعد ذلك فاللاعب مسكين بحكم الحب ديالو للجمهور وهذاك الشيء، كيبان ليه ربما راه عادي انه كيعطي اخبار للجماهير ديالو راه عاديه. فمن بعد كيوليو يخرجوا الجماهير في سكرينات او باوديو او فوكال او شي حاجه في حاله الاشياء، وكيبدا يقول لك راه هذا اللاعب راه قال لي انا وانا قلت ليه وراه هذا غيمشي. فهنا كتولي حتى لا كويزين انترن ديال الفريق كتولي خارجه برا. فهاد الاشياء كتخلق مشاكل، وحتى اللعاب الحمد لله الان مجموعه من اللاعبين اللي كيجيو للوداد الحمد لله حاليا، وخا باقيين صغار في السن، ولكن ناضجين وكيحاولوا ما امكن، وانا كيحاولوا ما امكن انهم يكونوا في نضج كبير. وانا كنطلب كذلك من الجمهور ديال الوداد الرياضي، الجمهور الحقيقي هو هذاك، مع احترامي لجميع الناس اللي كتشد بالعب، هو هذاك اللي كيمشي للفراج مسكين مقطع 30 درهم وكيشجع الفرقه، كيشجع لي كولور، ما عارفش هو اش واقع كاع، ولا اللعاب يمتى طلع ولا نزل ولا اش كيدير اللعاب، عارف هو غير داك اللوغو ديال دبليو اس كيمشي كيشجعو وكيش. واضح. اذا ناخذ سفيان من اسبانيا، مرحبا. مساء الخير خويا كريم، وتحيه خاصه للاخوان ديالنا السي مراد والسي عبد الفتاح والسي رشيد. مرحبا. وتحيه للاخوان الوداديين المستمعين. مرحبا اخويا كريم. اول شيء غادي نشكركم ونشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها والمعلومات اللي كتزودونا بها صراحه. وكنشكرك على ديك الفيديو اللي لحتي ديال ايت العارف، فبصراحه يعني بادره محموده. الحمد لله غادي نبداو نشوفوا التاريخ ديال الوداد من ناحيه اللعابه اللي كاينين حاليا او من ناحيه اللعابه القدام. ان شاء الله احنا معكم اخويا كريم، غنبقاو ديما نتسناو الجديد. وبالنسبه ليا يعني ملي كدير واحد المجهود، والله هذاك الفيديو تقريبا شي اش غنقول لك، شي يومين وانا مضارب معاه، لان باش تجبد المعلومه وباش تحاول انك تقاد وداك الشيء، واليوتيوب صعيب ما تقدرش بزاف تاخذهم، فماشي سهل، ولكن كنحاولوا ما امكن باش يبقاو غير في الخزانه ديالنا، والناس اللي بغاو يشوفوا
ويعطيو الراي ديالهم. وهذا هادشي علاش كنديروا بهاد كاع هاد اللعابه اللي دازوا في الوداد حتى اللعابه القدام الى لقينا الفيديوهات ديالهم راه غادي نديروا لهم ان شاء الله ان شاء الله. فبصراحه خويا يعني في المجهودات راه ماشي ساهل انك باش تمونطي واحد الفيديو بديك الطريقه وتجيب يعني المعلومات اللي كتنطابق مع الصور ديالهم مع لقطات ديال اللاعب. فبصراحه يعني برافو لك اخويا كريم، وهذا ان كان كيدل فانه يدل على حب الوداد لا من ناحيه يعني جهتكم نتوما لا من ناحيه يعني مشجعين الوداديين يعني اللي كيحاولوا انهم يتفاعلوا دائما يعني مع الصفحه ديالك. فكنشكرهم من هذا المنبر. باش ما نمشوش بعيد اخويا كريم، الرجوع ديال ايوب سكوما الوداد البيضاوي فغادي يكون رجوع يعني صراحه اللي غنكونوا كنتمناوه. لاعب اللي نضج في الوداد دوز مواسم مزوانه مع الوداد، ربما خانته يعني نوع من التجربه او كي قال الاستاذ عبد الفتاح ما كانش اللي يعني اللي شد ليه بيديه واللي حاول انه يوجهو. وسيرتو كنعرف اخويا كريم انه يعني اللاعب في ذاك السن يعني كيخصو يعني شي واحد اللي يكون بجنبه اللي لربما انه بحال ذاك اللاعب اللي ما يحتاجش انك باش تعطيه تعليمات او التدريب كي غادي تريني او سميتو. فذاك اللاعب كي كنقولوا انه عنده الموهبه الهيه يعني كان خاص انه يشد شي واحد بيديه ويحاول انه يرشدو للطريق الصحيح. فالحمد لله الا كان رجع ديال الوداد غادي يكون فخر بالنسبه للنادي، والحمد لله ولدنا رجع لينا يعني ما شريناه ما جبناه من شي فرقه، فهذا شرف كبير بالنسبه للنادي ديال الوداد. وملي كتفكر عارفو غتجيب لعاب عارفو كيدير، واش ماشي بحال ملي كتمشي كتخسر الاموال باش غتجيب لعاب، واش غيصدق لك، واش غيتاقلم، واش ما غيتاقلمش، واش غادي اللعاب هذا راه كيكون ناضي زعما جايبو غادي يدخل ديريكت يلبس التوني ويلعبو وما غتلقاه معاه لا مشكل لا والو، لان حنا كنعرفو الكاركتير ديالو كالم على راسه. كمل اخويا سفيان. طبعا اخي كريم، وكنشوفوه يعني انه غادر الوداد في سنه 2013 نحو فريق خيطان على ما اظن، ومن بعد يعني انتقل للدفاع الحسني الجديدي، ومن بعد الدفاع الحسني الجديدي انتقل للاتحاد خميسات. فيعني في هذه المده كامله يعني ما كتجاوزش واحد سنتين. وفي 2015 يعني تم العقد مع فريق الفتح الرباطي اللي بصراحه من هذا المنبر كنحيي يعني وليد الركراكي المدرب ديال الفتح صراحه اللي شد بهذا اللاعب وحاول انه يعني كي كنقولوا يحاول خلق فيه روح جديده، حاول انه يحط فيه ثقه. وماشي ساهل اخويا كريم باش شد يعني العماده ديال الفريق داخل الفتح الرباطي. فيعني كيبغيك انك تكون يعني واحد لا ديسيبلين يعني اللي تكون كبيره، تكون يعني كتحترم اللاعبين، تكون عندك واحد الرؤيه يعني شامله على رقعه الملعب، تكون حاسم يعني في شي مراحل اللي ربما كاين لعاب اللي كي كنقول يعني امثال ميسي امثال يعني لاعبين كبار اللي ربما كيكون يعني تاكتيك 100% مقاد، وانما كتكون واحد النسبه زايده شويه على اللاعب اللي كيعطيك يعني واحد الامل في الفوز او كيعطيك واحد التمرير اللي حاسمه اللي ممكن انك يعني يقلب لك الماتش كي كنقولوا. فبصراحه يعني اخويا كريم باش ما نطولش عليك، فإلى رجع ايوب سكوما ورجع الهجهوج، فبصراحه يعني غادي نقول لكم المنبر انهم انتظروا الوداد بروجو السعيدي يعني وجبران يعني. وكنشوفوا انه يعني الكرتي يعني ماشي مشكل انه الى حاول انه يمشي او يبقى في هذاك يعني هذيك مسائل يعني اداريه ما يمكنش لنا ندخلوا فيها. غير البديل الحمد لله راه كي قلت لك الا كان سكوما وكان يعني الهجوج فغادي يعاودوا يحاولوا يعطيو واحد الانتماء للفريق، وغادي يحاولوا انهم يعني كي كنقولوا كاين واحد النفس وواحد الروح عند اللاعبين يعني بحكم انهم ابناء الفريق، فاكيد انه خويا كريم غادي يعطيو البليس للفريق. يا واضح، اذا انت ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو خويا سفيان، وتحيه ليك وتبارك الله عليك خويا، وتبارك الله على التدخل ديالك دائما. شكرا خويا كريم ورمضان كريم، وتحيه للاخوان كاملين. شكرا، اذا كنشكرك سي سفيان. قطع معنا مكالمه اخيره ديال السي عبد العزيز. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا سي عبد الكريم، كي داير اخويا؟ عواشر مبروكه علينا وعليك يا اخي. مرحبا بك، دير بخير. ذكرنا غادي المدينه الدار البيضاء. منين المدينه؟ مدينه جديده. جديده عبد العزيز من جديد. مرحبا. انا هو الاب ديال سيرين. واه
وتحية لك وتحية لسيرين زيوة ديما ويدا مرحبا كدير انت بيخ الله يحفظك خويا كن نتمنى تكهد هاد هاد السكومة غير جاء احسن ما ما تدير الوداد هاد العام با الو قلت لك احسن حاجة هي غدير تجيب سكومة نتمنى الله سبحانه وتعالى يكمل هاد الفرحة هادي والهجوج تا هو نتمنوا ليه ان شاء الله يرجع تا هو يعني غتولي واحد تبارك انت الى الى في شكل الى خيرنا الناصيري قال خذ واحد خذ سكوما ولا الهجوج كل اللي تاخذ وبصراحه ما جيتيني في الواتساب يعني ماشي يقول لك واحد يعني ناصيري الناصيري واحد خذ واحد سكوما سكوما حاجه اخرى يعني يعني غتجيب واحد تجي واحد ديما جديدة أو تاني وعرفتكم يعني ماشي طمع يعني ما طمعش في, 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 في الكرة ديالو وكرة كتجي كيشوف لي باس اللي غيعطي لصاحبه يعني عنده فيه هدف كيعطيه حتى الهجوم هو نفس 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 السيستم ديالو يعني حتى هو ماشي طمع حتى لواحد الدرجة يعني كنتمنى الله سبحانه وتعالى صانع العاب نعم؟ كنظن سكوما صانع العاب يعني يعني ممكن ينفع اكثر وما اللي جا مرحبا يعني غير حنا غير اللي جا اللي مرحبا غير حنا كان يعني سكوما يعني عنده واحد الميزه خاصه ديالو في اللعب عرفتي علاش دابا الجماهير باغيين سكوما نعم. لان سكوما بحال بحال شي واحد ضيعتيه من يدك بحال كانت عندك شي جوهره في يدك وضيعتيها ودابا كتقلب انت كتقلب باش تلقى نص سكوما شي واحد غير نفسكم. تقريبا بحال سكوما وما لقيتيهش داكشي علاش التحصر ديال الجماهير الوداديه بغاو يشوفوا الوداد مع سكوما اشنو غادي تعطي هذا هو هذا هو اللي هذا هو اللي كنتمنوا الله سبحانه وتعالى ولكن اللي جا غادي يعطي غادي يعطي انا ان شاء الله متفق بان غادي يعطي سميتو وكنتمنوا الوداد ان شاء الله بحول الله هاد 21 ان شاء الله بحول الله وخا بعد الاقوال كتقول لك لا البطوله خاصها تخرج بيضاء سنه بيضاء بحال اللي قال هذاك بلا ما نذكر سميتو انا ما كيهضر على راسو دابا هو كيهضر على راسو شغله هذاك شغله حوايج اخرين شوف حتى حاجه ما كاينه هذه الساعه وانا انا رايي كنظن ان غادي تمشي الا ما كملت السنه غادي تمشي على حسب الترتيب لان الا جاتي سنه بيضاء كيفاش غادي دير الشامبيون ليغ العام الجاي قول لي انت يا السي الفاهم السي فاخر قول لي انت الا مشينا سنه بيضاء غنمشيو معاك في الطرح ايوا وشكون اللي غيشارك في الشامبيون ليغ العام الجاي وشكون اللي غيشارك في الكاف وشكون اللي غيشارك في شكون غيشارك هو غيشارك هو اذا على الانسان غير يكون يعني واضح ايوا هاد الفتح حتى هما اللي مكلاسيكو مزيان اللي باغيين يلعبوا الشامبيون ليغ مثلا ولا كي غادي دير لهاد الحريره ما عندكش كيفاش دير لها الا ما عندكش كيدير لها سالي داكشي بلي كلاسمون اللي عندك باش حتى هما تعطي الناس اللي كلاسي الاول غادي تعطيه يلعب الشامبيون ليغ والثاني والثالث وغادي هكاك وبلا ما ندخلوا العلم راه ساهل حوايج بساط هذا فورس ماجور حبسات البطوله ما عمرها طرات صافي سالينا الله يعاون العونات راه ثلثين ديال الموسم قضينا اذا ماشي يلاه بدينا بجوج مقابلات ولا ثلاثه اللي غادي نقولوا هذا راه قريبا 20 مقابله 20 مقابله اذا غير باش نكونوا واضحين اذا كمل خويا عبد الكريم بغيت نضيف لك واحد الحاجه اخرى هي اللي عجبتني هاد السنه هادي هاد الفتره هادي ديال الحجر هي داك التاريخ الوداد بداو كيتلاح فهمتي التاريخ الوداد بدا كيتلاح واخا انا الناس كانوا غالطين انا اعوذ بالله ما قلت انا هادشي بغيتو كنت بغيتو يدار شحال هادي يكون عندنا المتحف ويكون عندنا لما لا يكون واحد المتحف ويكون داكشي كاع ديجيتال ويكون فيديوهات ويكون في لو سيت ديال الوداد واي واحد ديال الوداد يلعب حيت هاد الشباب ديال دابا راه ما عارف بزاف د الحوايج وما نبغيش انا ما بغيتش نبدا نجبد تاريخ الوداد ونعلقوا مع ناس لا تاريخ لهم ولا ما عارفينش حتى وما عارفينش حتى المؤسسه ديال المؤسس ديال الفريق ما نبغيش نقارن راسي انا نقارن راسي مع ناس اخرين مع الريال مدريد والتاريخ ديالهم هادي نقارن راسي مع
اما ما نقارنش راسي مع 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 دابا عندي في الشيء ماشي بالعشي كنهضر تاريخيا من اقل مني تاريخ اللي ما عارفش واش اسس مسرح اللي ما عارفش ولا في السبيطار ما عارفينش. اذا انا نقارن نفسي انا مزيان لي نعرف التاريخ ديال الوداد ولكن ماشي حتى تشوفوا الناس يعني الوليد دابا ما عارفينش شحال دابا الولد ديالي عنده 11 عام اللي كنجيبو في العشيه فاش كنمر ورا فطور كنجبد ليه هذا التاريخ وهذا كيقول لي بابا واش الوليد وصلت لهذا الشيء كله يعني ما كنقول له ودي الوليد راه شوف لي ما عارفش تاريخ الوليد ماشي ولادي خاصه ولكن هما شوف هما هاد الوليدات ديالنا ولاد الناس الصغار الدراري الصغار والله ماشي اللوم ديالهم هما اللوم ديالنا حنا اللي ما حطيناش لهم واللوم ديال هاد السنين والسنين اللي تراكموا والناس كيموتوا اللي توفى واللي هذا كان خصها تكون ذاكره كانت خصها يعني هذا مع كامل الاسف ولكن نتمنوا نتمنوا كاينين جمعيات وداديه بحال هذا بحال سميتو وداد اكسيون وهاد الناس راه يخدموا في هاد المجال غنعطيهم فرصه نعطيهم غير فرصه انهم يوثقوا ويجمعوا الاخبار تصور بغيت نقول لك واحد باش ما نطولش عليك البنيه الصغيره سميتها سيرين حيت جات عندي واحد البنيه اخرى مرحبا قالت لي شوف بابا والو غنسميها وداد وراني سميتها وداد ايوا سي تبارك الله شحال عندها عندي دابا جوج وهذه هي الثالثه الصغيره الله عندها دابا شهر ايوا مبروك عليك وتحيه هي اللي سميتها وداد تحيه ليك وتحيه للوداد والله يصلح وديما اخويا كنتمنوا لك استمراريه ان شاء الله بحول الله الله يكبر بك يا اخي والله كنتمنى لك استمراريه الوليده سميتو الوليد كاين سيرين كاين سيرين الوليد سميتو محمد امين محمد امين اذا محمد امين والبنيه سميت وسيرين وداد وداد تبارك الله عليك والله يصلحهم لك والله يخليهم لك وكنتمنى لك كنتمنى لك استمراريه في هذا في هذا البرنامج ايوا حنا كنجاهدوا شويه نهار الاول واخا ما كاين والو وكنتمنوا الوداد ان شاء الله ديما قلت لك واخا ما كاين لا اخبار لا والو حنا كنجاهدوا شويه باش 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 ندير واحد المجهود باش لا 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 دير مجهودك بزاف والله ولاو كيتبعوك الاصدقاء ديالي هنا اليوم والله وكنشكرك بزاف وكنتمنوا الوداد وعشر مبروكه تبارك الله وسلم لي على الاصدقاء كلهم اللي معاك تما كاع اللي كيسميتو وسلم عليهم بزاف وعيد مبارك سعيد مصدقا وان شاء الله نتلاقاو نهار اخر ان شاء الله عاوتاني نهضر معاك ان شاء الله يلاه بدينا غير هو خويا هذاك التاريخ هذاك يلاه بدينا اش من يلاه يا خويا شوف التاريخ بغيتك التاريخ بغيت ديال الوداد خاصك تورك عليه بزاف اخويا باش باش يكون مكرهناش صراحة اللي مع التاريخ الوداد وغندير واحد الفقرة ان شاء الله مع الحاج والناس انا عارفك مجهودك كيخرج مزيان المجهود ديالك راه كيخرج تبارك الله والله يكبر فيك يلاه خويا تبارك الله عليك شكرا 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 بزاف تحياتي لك محمد امين وسيرين وداد تبارك الله عليك اخويا عبد العزيز عبدك شكرا يلاه تبارك الله عليك اخويا سلام اخويا سي عبد العزيز كان معنا كنحييه ولادي حر والله يصلحو ومبروك عليه الزياده وداد تربى في عزو ان شاء الله تبارك الله عليه صديق البرنامج. اذا وصلنا النهاية ديال هذا العدد طولنا شي شويه ولكن ما كنسخاوش بكم نشكر جميع الاخوان اللي التحقوا بنا واللي كانوا معنا في مكالمات هذه الحصه اللي كانت حقيقه متميزه وكانت جميله وحاولنا اننا نرجعوا بها شويه للتاريخ نهضروا على اللاعبين ان نسلطوا عليهم الضوء كما بزاف ديال الناس اتصلوا بيا وقال لك خصنا نسلطوا الضوء على اللاعبين اللي ممكن ينفعوا الوداد وحنا كنهضروا على هاد اللاعبين ولكن الـ الاداره والناس اللي في الاداره التقنيه عارفين اشنو المدرب عارف والرئيس عارف حنا لا نتطفل على اي واحد ولا هذا حنا كنعطيو الاراء ديالنا وكنطرحوا اسئله مع 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 الجماهير الوداديه ديالنا ولكم واسعه النظر. اذا كنشكركم كنشكروا السي عبد الفتاح اللي كان معنا والسي مراد السي رشيد كنظن غادرنا السي عبد الفتاح كلمه اخيره وهو تحيه لك الاخ كريم تحيه الاخ مراد والاخ رشيد تحيه لجميع المتتبعين اللي كانوا معنا اليوم صراحه حلقه يعني مزيانه الحمد لله دازت يعني في امور جيده
وصحة فطور خويا كريم. شكرا. سحور لخوتنا بالمغرب. شكرا. سحور يكون ان شاء الله في المستوى. السلام عليكم. ضرب شي بوينينات، ضرب شي بوينينات تفيق معنا شي شويه. شتك جبتي الكاكاو. انا شي عصير ديال البنان يكون مزيان ولا غير البنان. ما كاينش مشكل. والله الا ترخينا ترخينا. اليوم كان شويه الحال سخون. سخون شويه. كان والله يصوب. المهم راه قال لك الا طلعت الحراره راه كتمشي كيمشي الوباء. المهم تحيه لك اخويا عبد الفتاح. نتمنوا خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الامور راه بدات كتنقش شويه الحمد لله. الله ان شاء الله. نتمنوا مستقبلا ان شاء الله تحسن الامور الاوضاع ان شاء الله. سي مراد كلمه اخيره. شكرا سي عبد الفتاح. شكرا سي مراد. سي مراد كنظن عنده مشكل كونيكسيون. مراد معنا؟ اذا كنظن مراد عنده مشكل ديال الكونيكسيون. وكنشكركم. نعتذر للناس اللي باقيين كيعيطوا معايا مكالمات كثيره. كنعتذروا للناس اللي مع اللي كيعيطوا. نتوما واقيلا راه فطرتوا، حنا راه الفطور هذا. اذا كنشكركم، نضربوا لكم موعد ان شاء الله. كنعتذر للناس اللي كنعتذر ناخذوا مراد. كنعتذر للناس اللي على اليوتيوب لان دوزنا شي حاجه ديال 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 كوفيد ما كانش خصنا ندوزوها في اليوتيوب. يعني غير اشعارات تضامن مع 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 الناس ومع الصندوق ديال المغرب. ما ولكن ديك الكلمه ديال كوفيد ما خصكش تكتبها. داكشي علاش تحبسات تحبس اللايف في اليوتيوب. اذا نعتذر الناس اللي كانوا متبعينا على اليوتيوب. سي مراد مرحبا. اعطيني كلمه اخيره. اش مرحبا انت انايا باقي صايم. وا كنتمنوا صحه وشهي لجميع المغاربه الموجودين في المغرب. نتمنوا لكم نتوما فطور الصحه والعافيه. الحلقه اليوم كانت في المستوى الكبير، ناقشنا فيها موضوع مهم اللي هو موضوع ديال التكوين ديال اللاعبين. ان شاء الله مستقبلا نحققوا ليه شي، نخلوا نخصصوا ليه شي حلقه كامله ونتناقشوا مع الناس التقنيين اللي نحاولوا نتصلوا بهم ونشبعوا الثقافه ديال المتتبعين اللي معنا. ليلى سعيد، نتمنى لكم ولجميع المغاربه، ونسال الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء وان يلطف بينا ان شاء الله. والاسبوع المقبل نكون الله من دول السباقه للسفر حاله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك مراد، وشكرا على سعه الصدر ديالك انت معنا وتبارك الله عليك. والى يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله، حلقه ان شاء الله تكون جديده ان شاء الله معكم. اذا شكرا لكم والى اللقاء. الاعداد الرياضي البيضاوي عبر قناتكم ماروك سبور 24 على اليوتيوب. كونوا في المتابعه.